بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا اجتماعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً. أقول أيها الإخوة، الأيام أيام الله تمضي سريعاً وتنقضي جميعاً. الموفق المسدد من وفقه الله لاغتنامها، والمغبون الخاسر من فرط فيها وتكاسل في عمل الخير فيها. ومن نعمة الله العظمى ورحمته الكبرى أن الله جعل فيه أماكن يزداد فيها الأجر، وأزمنة تعظم فيها الأجور، ومن ذلك شهر رمضان المبارك، فإن الله عز وجل قد جعل زمنه زمناً مباركاً، فلنتلمس الفضل الذي في شهر رمضان. ومن ذلك ما يلي: أولاً، أن المسلمين والمسلمات يقومون بركن من أركان دينهم في هذا الشهر، ألا وهو الصوم. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما أن سأله ما الإسلام، بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فلنستشعر هذا المعنى، أننا نقوم بركن من أركان هذا الدين في هذا الصيام الواجب. ثانياً، أن شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وفي ذلك الدلالة على ارتباط الصيام بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثالثاً، التعرض للمغفرة، فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا تأملنا هذه المعاني، وأن في الجنة باباً يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، قاد هذا العبد إلى أن يقبل أكثر وأكثر على التزود من الخيرات في كل وقت، وخاصة في شهر رمضان. فالهمة الهمة أيها الإخوة، فإن شهر رمضان على الأبواب. الإقبال الإقبال على الصالحات، والتدريب على كثرة الصالحات من العبادات، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالعبادة وحثنا على الصبر والاصطبار حال أدائها. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. المبادرة المبادرة إلى الخيرات. وأبشر أيها الإخوة، فإن الله قد أعد لعباده المؤمنين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالهمة الهمة في المبادرة، فإن المبادرة إلى صالح العمل في كل الأحوال أخلص للذمة، وأحزم في الأمر، وأبعد عن التماطل، وأرضى للرب، وأمحى للذنب. الله أسأل أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يمن علينا بإدراك هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبلنا من عباده الصالحين، وأن يتقبلنا في عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وولاة أمرنا أجمعين. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.